إذن كيف يمكن التعامل مع المرأة متقلبة المزاج؟ لنشاهد من السوشيال ميديا. إزاي تتعامل مع البنت المزاجية؟ البنت المزاجية ممكن تعيشك حالتين في نفس الوقت، ممكن تعيشك في حالة سعادة مش طبيعية لمجرد ان انت قلت لها كلمة حلوة جدا، وممكن تعيشك في تعاسة فظيعة لمجرد انك فتحت او دست على حتة هي مش عايزاك اساسا تتكلم فيها. والمشكلة الاكبر بقى لما تعيشك الحالتين من دون اي سبب، فجأة يا معلم تحسسك ان انت اهم شخص بالنسبة لها وتعيشك الملك بتاع زمانه، وفجأة تعيشك أتعس إنسان في الدنيا وتحسسك إن أنت ملكش أي لازمة في حياتها خالص. المشكلة بقى إنه البنات دول دايما بيكون عندهم كبرياء فظيع جدا، وإن أنت مستحيل تتخيل إنه الإنسان ده أساسا ممكن يعيط زينا كده عادي، ولما تيجي فجأة كده تظهر ضعفها قدامك فجأة تبص إنه إزاي هي طول الوقت بتبان قوية كده. خلينا نرحب في الاستديو باستشاري العلاقات الأسرية الأستاذ محمد دسوقي. يسعد صباحك أستاذ محمد. صباحك ورد يا ريم. وأيضا تنضم إلينا زميلة حنين في هذه الفقرة. يعني ضروري بما أننا بنتكلم عن المرأة السامة، إيش مرة إحنا ما نرضى بهالكلام؟ ممكن كان يتمنى أنه أسامة الزميل أسامة يكون معنا بدل أنا. ترى بالمناسبة يعني على لسان الزميل أسامة قال هي المرأة السامة هي نتيجة لرجل سام كان في حياتها. مش رجل سام بس، ممكن تكون تربية سامة، أصدقاء سامين، ولكن المرأة السامة برضو ممكن ما يكونش لها علاقة بكل الكلام ده خالص. أيوه. ممكن يكون لها علاقة بمستوى جمالها أحياناً. تستغل جمالها. أحياناً جمال المرأة بنسبة 60% يسبب لها حالة من حالات الغرور والكبر، وتدخل في المنطقة السامة وتبقى امرأة نرجسية. إزاي؟ أيوه. المرأة الجميلة بيجرى وراها كتير من الشباب، فهي بتحس ان هي المرأة الوحيدة اللي موجودة على كوكب الكرة الأرضية. انا يا أرض تهدي ما عليك أدي. طيب، فهي بينتبهها نوع من انواع الغرور والكبر. بس هذا ما بينطبق على الرجل كمان؟ الرجل لا، بس المرأة يعني اكتر، لان الأنوثة والجمال. لا, لا 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 كمان مش مطلوب من الرجل ممكن يكون جميل. مشعر بهذا الشيء؟ لا لا لا، الرجل ممكن يكون اكتر يعني في غرور اكتر. لا 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 لا، ممكن بيحس ان هو عايز يكون اغنى واحد قدام البنات. ايوه، عايز يكون راكب عربية صحيح. انما البنت عايزة تبقى جميلة، بتلبس كويس، شكلها كويس، كل يجري ورايا، انا مش عاجبني حد. طب خلينا ندخل على صفات المرأة التوكسيك. بالزبط. يبغى هذه المواصفات. الولد بقى يدخل حياتي النرجسيه، تقول له خلاص طب تعالى انت بقى كتير بتجري ورايا. اول ما تدخل حياتها، اولا المرأة دي ما بتهتمش باي راجل، لا تهتم لاي راجل خالص، ما عندها عاطفه يعني، زيرو اهتمام، ما عندهاش عاطفه. لو عاطفتها اتحركت لراجل بيكون راجل توكسيك. هي لا تعرف يعني، هي ما تعرفش تحب غير التوكسيك، يعني تجذب التوكسيك. لا، هي اللي هيدخل حياتها واحد مش توكسيك. هي لو حبت شخص يبقى الشخص ده بالبلدي كده وبالمصري ممرمطها، مبهدلها. تمام. امتى تحب؟ لو حبت راجل جراها هي وراه، انما اللي هيجري وراها هو اللي هيتبهدل. ليه؟ اهتمامها زيرو. طيب، دايما محسساه بحاله من حالات الذنب، انت ما بتعمليش. أيوة. حاجه في حياتي. طيب، دايما مجراها وراه ان هي محتاجه ومحتاجه ومحتاجه، وطبعا هو بيموت عشان يلبي كل احتياجاتها، لان سيادتها موضحه له ان هي ما بتشوفش منه حاجه، ان هي شايله كل حاجه، انها بتعمل كل حاجه، بتعمل لي ايه. وفي جمله دايما بتقولها للراجل. أيوة. انتبه، لو الجمله دي قالتها ليك يا عزيزي اهرب. اللي هي انا رجاله كتير تتمنى انها تتجوزني، انا رجاله كتير بتجري ورايا، انا رجاله كتير تتمنى انها تعرفني. بس مو بمرحله ما بالعلاقات الزوجيه ممكن ست تقول للرجال هذه الجمله؟ صح. عيب. يعني اذا كان مطلع وبتجرح ممكن تقول نفسها بالظبط بتاعت على فكره ممكن اتجوز عليك، هتحس بقسيتك. لا لحظة، لا ما تقوليش لا لحظة. صحيح. ما تقوليش لا لحظة. هي بالظبط هي نفس الشيء. هي صح نفس الشيء، بس اللي انت عم تحكيه لهلا ممكن ينطبق على رجل وعلى ست. لا، احنا بنتكلم النهارده على الست، مالكيش دعوه بالراجل. لو عدنا احنا بنتكلم على الست التوكسيك. طيب، اتكلمنا كتير عن الرجاله التوكسيك، احنا النهارده بنتكلم على الست التوكسيك. لا، اصل الموضوع هل ممكن نقول العلاقه توكسيك ولا احنا بنقول راجل توكسيك وست توكسيك؟ اولا هو التوكسيك ده هي اصلا هو اضطراب نفسي. انا ممكن اخلقه جواكي. نعم. انا لو جاي اتعرف عليكي وجاي مثلا عاوز ادخل معاك في علاقه، لو شميت ريحه استعلاء منك واديتك فرصه انك تركبي العلاقه معايا، ان انت تقولي لي طب خليني افكر،
لا يا حبيبتي روحي مع في مليون طب لحظة بنت. لحظة أستاذ محمد أنا خليني أوقف معك. أنت بتقول إنه من صفاتها إنها تختفي وإنها تمارس الثقل وإنها كذا، طب مو أنتوا أصلاً مستشاري العلاقات تقولوا لنا عشان تبغي الراجل يحبك لازم تبيني له إنك تقيلة وإنك مش ميتة عليه وإنه لو اتصل عليك ما ترديش بسرعة وهو حيقرأ، أنتوا تقولوا لنا كذا المستشاري؟ أنا آخري في العلاقة اللي زي دي تقلي هدلعك اتقلي هديك احترامك وقيمتك طيب. وكل حاجة، ولكن أيوة. لو ده طول عن شهر انت ما تلزمينيش. لا بعدين لما هدلق عليك انت هتسيبني، هو لازم انت يا تدلقي يا تختفي يا سلام، ما تخليكي في النص، ولا انت شاطرة بس تقولي لا انا عايز الراجل اللي يحترمني ويقدرني، ما تقدري قدريني قدرك ده انا قدريني قدرك احترميني احترمك صح صحيح، ولا اجري وراكي ولا تجري ورايا، ليه ابعت لك وما ترديش عليا على طول؟ عشان لازم في البدايه ابين لك انه انا مش مدفع، هو ده اضطراب النفسي اللي بقول لك عليه، ده مرض. بس هذا انت تقولوا لنا نعمله، مالكيش دعوه باللي احنا بنقوله، لان انا بقول ابعت لك ردي ايوه احترميني طيب قدريني يا شيخ، ارد بس بعد شويه مش على طول اما بعد شويه اللي هو ايه يعني؟ يعني بعد ما اخلص شغلي كده اعمل، خلينا امثل عليك شويه بقول لك مش هرد عليك دلوقتي، يلا سقعك اسقعك ليه؟ الا لا ليه؟ ليه؟ عشان تحبني. عشان ايه؟ امال انا داخل اقول لك عايز اتجوزك ليه؟ عشان بكرهك؟ طب طب خلينا ناخذ كده فاصل بسيط وخلينا نروح الى مصر وسالنا الناس هناك لماذا نسمع دائما عن الشريك السام وليس عن الشريكه السامه؟ الرجل متصدر اشوف. نسمع دايما عن الشريك السام وليس الشريك السامة، لان حضرتك الراجل بيبقى هو متحكم في كل شيء في البيت، يعني حضرتك مثلا الست مثلا ايه يعني بتطبخ وبتكنس وبتربي عيالها وكده، ففي المجتمع شايف ان هو ملهاش اي دور. ما هي دي الصوره اللي هم يعني الناس مبينها، المجتمع مبين ان الراجل هو كل حاجه، لكن المفروض ان هم الاثنين ليهم دور في المجتمع، ان هم الاثنين يعملوا كل حاجه مع بعض. الست طبعا هي جزء مفروض طبعا من كده، فده مش عموم يعني، لكن الراجل هو اللي بيتعامل، ان الراجل هو المفروض يسيطر على البيت وهو اللي معاه القياده يعني، لان الراجل دايما شايف نفسه ان هو الاولويه في كل حاجه، ان هو دايما كلمته هي اللي لازم تسمع، هو دايما اللي يمشي قراراته عليه. دايما بنسمع عن الشريك السام والشريكه السامه بسبب نظره المجتمع، وان الستات كلهم دايما بينحازوا لبعضهم فبيجيبوا الغلط على الراجل يعني. طيب ما نكملين موضوعنا اكيد حوارنا الشيق، تحديدا النقطه اللي ذكرتها، هل بالضروره هذا التصرف او هاي الصفه تحديدا بتدل انه الامراه توكسيك؟ لا، يعني عاده الست في المجتمع الشرقي بتتربى على انه لازم تعز نفسها ولازم تقيم نفسها، وبالتالي هي بتتصرف بتقل، بتوقف على حاجتين، المده اللي عرفته فيها نعم، بتوقف على احساسها تجاهه. يعني لو هي بقى لها مثلا سنه معاه كده لا هي توكسيك خلاص. أوكي. هي توكسيك. الحالة التانية لو حست من ناحيته انها الآن عاجبها شوية، متوترة من حاسة في حاجة غلط بس عاجزاه، حاسة ان هو ممكن ينفع يجي منه بس حاسة ان في حاجة غلط مستخبية، ايوه هتتعامل معاه بإيه؟ بهروب. يعني هتبقى مش دايما معاه زي البنت الطبيعية. طيب فبرضه ممكن يرجع للراجل ان هو مش محسسها بالأمان وهي مش عايزة تسيب في نفس الوقت، فبتبقى توكسيك. ما بتبقاش بقى هي المرأة التوكسيك الحقيقية، هي غصب عنها بتصنع حالة لنفسها. هذا اللي أنا بقول لك، هو إنه الظروف تتحتم علينا إننا نصير توكسيك. ولكن والآن خلينا نقول إنه في رجل تزوج سيدة كان يحسب إنها تمارس هذا الثقل وهذا البرود وكذا، إنه نوع من الدلع وإنه عشان يعني يحبها أكثر، اكتشف إنه لا والله هي ست توكسيك ولينا سنتين وأنا قد تورطت وتجوزت الست دي، يعمل إيه؟ يتصرف معاها إزاي؟ حسب الراجل. في راجل كده بنقول ليه يا عم ده الست دي قويه عليه، هيتحمل خلاص، هو شخصيته ضعيفه ما يحاول يغير منها، مش هيعرف بيحبها وشخصيته قويه ضعيفه مفيش. في راجل قوي مش عارف يكمل معاها. طيب في راجل يبغى يعيش بشكل طبيعي، ما ابغى انا عندي بدا اطفال، هنا بتوقف في حالتين، عندي عيال ولا ما عنديش عيال؟ عندي عيال طيب اعيش معاكي، بس ربنا يستر ما يبقاش في خيانات من الراجل، لان معظمهم يقول لك خلاص يا عم بقى تقعد تربي العيل
مات العيالي وانا بقعد ايه اشوف لي جوازه تانية. يعني هذا هو الحل لو بدك تنصح الرجل؟ لا مش ده الحل. أيوة. في بعضهم بيعمل كده. لا احنا ما نبغى كده. والنص الثاني بيحاول بقى يتعايش، خلاص هي دي حياتي. وفي التعايش لنصيحه الرجل للتعايش مع امراه توكسيك، اولا هل في امل في التغيير؟ في طبعا. طيب حاول تنشف شويه. كيف الصرف؟ ايوه ادينا هنا. حاول تنشف شويه، يعني كلام حب كتير اهدى خلاص. اللي انت بتعمله زياده اوفر قوي معاها ما تعملوش. الاهتمام الزايد نزله 30%. حلو. زائد اي وقت تلاقيها زعلانه ما تروحش تصالحها على طول. حلو. يعني اهدى عليها، اتقل، ولما تيجي تصالحها مره صالحها من غير ما تكلمها، جيب لها هديه، اقول لها الهديه دي علشان، بس من غير ما تكلمها، من غير ما تدخل في تفاصيل ولا اي ديتيلز، ولا تقعد تحت رجليها تقول لها طب انت زعلانه ليه، طب قولي لي حقك عليا، طب انا ماليش غيرك، انت ام ولادي، اوعى تعمل ده. صراحه كلامك واضحه. اوعى تعمل ده. صح. تزيد. انت عمال تزود فيها وعمال تقلل من نفسك. ليه؟ لان الست تحب الراجل الناشف المتوازن. مظبوط. بيصالحني بس راجل متزن في صلحه ليا وفي زعله معايا. ونصيحه لو هم اصلا ما فيش بينهم اي زعل وهي مش توكسيك، يا عزيزي لما تلاقي مراتك زعلانه منك او في مشاكل بينك وبين بعض، سواء هي مزعلاك او انت مزعلها، روح صالحها في جميع الحالات. هي بقى مزعلاك، انت مزعل، روح صالح مراتك. ده لو هي طبيعيه وانتوا زعلانين. مظبوط. هي مزعلاك او انت مزعلها، روح صالح مراتك. طب لو هي توكسيك؟ لا صالح، ومش طول الوقت، وعلى حسب ردة فعلها. في واحدة بتبقى قاعدة مستنية جوزها يقول لها خلاص بقى مش هنتصالح. ايوه طبعا كلنا مستني. لا كل السيدات نستنى تعميم. لا كلنا نستنى، احنا نستنى. وهذا بيرجع كلنا تعميم. لا كل البنات تستنى. فكرة رئيسية انه العلاقات ممكن تكون بمرحلة ما توكسيك بين الرجل والست، بالتالي بتحول الرجل لتوكسيك والست. ايه اللي بيقلبها لتوكسيك؟ عارفة ايه هو؟ اهتمام واحد بالتاني زيادة. بالظبط. التاني بالزبط. واحد عمال ينفخ في التاني لحد ما وصل لمرحلة اللي هو اتفرجع في وشه، مش قادر يعيش. لا مش قادر يعيش من غيري. ايوه. طبيعي هقلب التعامل معاكي، ده انا لو عملت فيكي ايه؟ حق مكتسب. العلاقة بتكون حق مكتسب. هضايقك، مش ههتم بيكي، مش هرد عليكي، مش هحترمك، مش هقدرك، هعمل كل ما تتخيليه بوسعي انا عشان ازهقك وما بتزهقش. لا خلاص، يبقى انا ههتم بيكي ليه واعمل بقى خلاص. انت انا جبت خدت كل الطاقة بتاعتك، خدتها عندي انا، بقيت انت زيرو طاقة، بقيت انا اللي مسيطر عليكي، كبرتيني بطريقة ما كانش ينفع ان انا اكبرها. عشان كده مهم الموازنة في العلاقة، وإن يكون طاقتك كل الأمور. اوعي جوزك ياخدها. بالضبط، لازم نكون طاقتك. اوعي حبيبك ياخدها. تقدير الذات أكثر. اوعي خطيبك ياخدها. بالفعل. حافظي على طاقتك، هتروحي بقى سيبي منها 10% وديهم وجيبيهم معاه كده. يبغى الموضوع تقديرا، ذكاء. انما أكثر. تدي طاقتك كلها. نعم. انت روحتي مع السلامة. وعلى فكرة نعم، مفيش تقدير هتلاقيه. ما في. بس اعمل هيحبني، اعمل عشان اثبت له. لا اثبت له دي ان شاء الله مش هتعمل لك، مش هتاكل لك عيش. طيب يعني صراحه نصائح ذهبيه منا مستشاري العلاقات الاسريه محمد دسوقي. شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. شكرا لك. في العلاقه المسمومه ليش دائما الشريك هو السبب مو الشريك؟ يكون السبب الرئيسي انه الرجل يعني هو الطرف الاكثر المسموم والنكد، لانه يعني المراه تكون مثلا اذا كانت ويا خطيبها او ويا زوجها فهي تكون تحب الرجل، والمراه تكون عاطفيه، هي الله خلقها هيك، فتكون تحاول تسعده اغلب الوقت، اما الرجل فهو ما يمشي وراء عاطفته، لهكذا يعني اغلب الوقت سايد النكد يجي من عنده. اكو مبادرات عند المراه تخلي الرجل يبدر هذا المبادره او هذا الانطباع اللي يكون عليه يسمى بالمسموم. ليش الشريك؟ يجوز الشريكة مسمومة. ليش تحطون الرجال دائما هو الهدف؟ وطلعون نفسكم ملائكة. ماكو قاعدة ثابتة انه الرجل يجب ان يكون العلاقة مسمومة، لا، اعتقد هو الطرف وين، ممكن شخص حسب المايند سيت مالته ممكن يكون هو يخلق هذا العلاقة المسمومة بين الشخصين. من يشوف المرأة انه يعني بدأت انه تهتم بيه زيادة، انه بدأت تحبه تتعلق بيه، هيك راح ينفر من يمها.